كل ما يتعلق بالشأن المحلي أدعوك لتستمع أو تطرح الأسئلة لإخواننا المسؤولين على كل شأن محلي. ولم يمكن ليش نتطفل وما عنديش ما يكفي من المعطيات في هذا الشأن. ما يتعلق بالتجمع واش كذا ما وضحتيش لنا، شوف أنا نقول لك بكل صراحة أنا لا أملك أجوبة، لأن مش أنا اللي عيني جلالة الملك. جلالة الملك عينا سي عزيز أخنوش، وهذه الأسئلة التي تطرحها كيف ودار هذا وغدر هذا، هذه الأسئلة سير الندوة الصحفية التي طرحها لي. فاقد الشيء لا يعطي، أنا ما معين ما دير مشاورات. أنا تم التشاور معي من طرف المكلف من طرف صاحب الجلالة، ما تفهمناش، اختار كله هو عنده تصور، احترم عنده تصور طريقة العمل. انا هذا التصور عبرت لكم اليوم على موقف من بان هذا الشيء غادي يقضي على السياسة، وهذا الشيء غادي يضرب بالطيف الحزبي، وهذا الشيء ما غاديش يخلي البلاد تزيد للامام. هذا التصور اللي تجسد في هذا التحالف الثلاثي راه في إعلان مواقف منه ما يجعلكم بشكل واضح تفهمون لماذا يرفض الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن يوجد في حكومة مؤسسة على هذا الأمر. شكرا.